لعبت القوات الجوية دورا مهما خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث سطرت ملحمة بطولية شهد لها العالم. وجاءت أعمال قتال القوات الجوية في الطليعة، حيث قامت بالعديد من البطولات ومنها الضربة الجوية التي أفقدت العدو توازنه في البداية من الحرب. حرب أكتوبر المجيدة تعد علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والأسلحة بالقوات المسلحة في أن تكون مفتاحاً لنصر مبين. الدور الذي قامت به القوات الجوية في نصر 6 أكتوبر عام 1973 يعتبر ملحمة بطولية، حيث خاضت معارك كبرى ضد طيران العدو الإسرائيلي وكبدته خسائر فادحة. خلال حرب أكتوبر سطرت القوات المسلحة بطولات شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال القوات الجوية في الطليعة، حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية التي أفقدت العدو توازنه في بداية الحرب. وكانت الضربة الجوية الرئيسة مكونة من أكثر من 200 طائرة مقاتلة لضرب الأهداف المعادية الإسرائيلية المحددة لها داخل سيناء. وقد تمت الضربة الجوية في صمت لاسلكي تام لتجنب أي عمليات تسنط معادية يمكن أن تكشف الهجوم المصري. ومرت التشكيلات الجوية على ارتفاع منخفض جدا وفي مسارات تم اختيارها بعناية لتفادي وسائل كشف الدفاع الجوي المعادي، وكان لذلك المرور فوق التشكيلات المصرية والقوات البرية عظيم الأثر في رفع معنويات الجنود المقاتلين على الأرض، وكانت مؤشراً لبدء ملحمة مشتركة من البطولة للقوات المسلحة المصرية. الطائرات عبرت كلها في وقت واحد خط القناة، حيث تم ضرب مركز القيادة الرئيسي للعدو في منطقة أم مرجم لمنع سيطرته وعزله عن قواته، ثم تتابع بعد ذلك ضرب الأهداف المخطط التعامل معها بنسبة نجاح تزيد على 90%. وتم ضرب 3 ممرات رئيسة في 3 مطارات، بالإضافة إلى 3 ممرات فرعية في نفس المطارات، وكذلك تدمير 10 مواقع بطيارات للدفاع الجوي من تراز هوك وموقعين مدفعية ومركز حرب إلكترونية والعديد من مواقع الشؤون الإدارية. واستمرت هذه الضربة حوالي 30 دقيقة، ونظراً لنجاحها في تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها، تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها. كما خاضت القوات الجوية معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية وحتى النهاية، وتألقت القوات الجوية المصرية في يوم 14 أكتوبر عام 1973 معركة المنصورة. تألقت في أداء مهامها بكفاءة عالية شهد بها العدو قبل الصديق. وقد شهد العالم للطيار المصري روعة الأداء في حرب أكتوبر، ولقد أثبت هذا المقاتل بالقوات الجوية خلال الحرب المجيدة صلابة معدنه وشدة بأسه في القتال بمعدلات أداء عالية بما تيسر له آنذاك من سلاح خاض به معارك البطولة والتضحية والفداء.